تعرف على سيارتين تقدمها فورد الأقوى تكنولوجياً. سيارات فورد هي الأقوى عالمياً، وتتميز بسعة حجمها وسرعتها وقدراتها الخيالية، فهي الأفضل داخلياً وفي تقنياتها التكنولوجية. فورد إكسبيديشن، هيكل السيارة الذي أصبح أخف وزناً، حيث اعتمدت الشركة المصنعة على مادة الألمنيوم، مما يساعد في إعطائها مظهراً راقياً. وحصلت السيارة على شوك أمامي جديد أكبر حجماً بتصميم مستطيل الشكل، ويحتوي بداخله على تصميم معدني مغزلي فضي لامع، بالإضافة إلى فتحة التهوية صغيرة الحجم في أسفل المصد. كذلك المصابيح الأمامية أصبحت أصغر حجماً ذات تصميم مستطيل بتقنية LED، بينما حافظت الشركة على تصميم مصابيح الضباب في أسفل المصد صغيرة الحجم. على جانبي السيارة نرى تصميماً أملس لا يحتوي على خطوط ضخمة، والإطارات بمقاس 20 بوصة بتصميم رياضي. ومن الجهة الخلفية فجاءت التحديثات قوية أيضاً، حيث شملت الصبات والتي أصبحت أكبر حجماً ومسحوبة إلى طرفي السيارة، وكذلك الصندوق الخلفي حصل على بعض التحديثات وبعض الانحناءات وقطع من الكروم الفضي عند مقبض الصندوق. كذلك حصلت السيارة على جناح خلفي رياضي أعلى الصندوق، وفي أسفل المصد نرى بعض القطع من الكروم اللامع المميز. ومن الداخل فقد اعتمدت شركة فورد في التصميم على سيارة F-150 باعتبارها أيقونة شركة فورد، فجاءت السيارة بعجلة قيادة جديدة وبمقاعد بتصميم أكثر رقياً، ولكن أبرز التغييرات جاءت في الكونسول الوسطي والذي أصبح أكبر حجماً وبتصميم عريض الحجم، وكذلك ناقل الحركة الذي تغير من التصميم التقليدي إلى الشكل الدائري، وتأتي بمحرك جديد قوي بسعة 3.5 لترات بعدد 6 سلندر. فورد إيدج إس تي هي الفئة الأعلى والرياضية من السيارة، حيث تأتي بتصميم مختلف قليلاً عن الفئة القياسية، كما أنها حصلت على محرك جديد أكثر قوة. وأقرب المنافسين لها في الأسواق هم شفرولي تاهو آر إس تي، وذلك لتقاربهم في الحجم وأيضاً في مواصفات المحرك. على الرغم من حفاظ شركة فورد على هويتها في سيارة إيدج إس تي 2019، إلا أنها أضافت بعض المميزات على الشبك الأمامي لتعطي لها لمسة رياضية، بينما تم تعطيل المصابيح الأمامية والتي أصبحت حادة مسحوبة إلى الأطراف بتقنية LED. الإطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 21 بوصة، فيما حصلت الصبات الخلفية على تحديث وأصبحت تتماشى مع المصابيح الأمامية. وفي أسفل المصد حصلت السيارة على مخرجي عادم للوقود، وبحسب ما أعلنته شركة فورد فالسيارة ستتوفر في الأسواق بعدد من خيارات الألوان الجديدة: الأسود، الأخضر، الأحمر، الأبيض، الأزرق اللامع. أما من الداخل فالسيارة حصلت على تحديث في تصميم الكونسول الوسطي، وأصبح هنالك مساحة لشحن الهاتف الذكي لاسلكياً، بالإضافة إلى مخرجي USB لشحن الهواتف أيضاً، بالإضافة إلى شاشة الملاحة بمقاس 8 بوصة والتي تعمل بخاصية الأوامر الصوتية والمسجل بعدد 12 سماعة. وجاءت المقاعد بتصميم مختلف كلياً مع تطريز جديد أبيض اللون. توفر شركة فورد تطبيقاً يسمى فورد باس كونكت، والذي من خلاله يمكنك التحكم في السيارة وتعرف بعض المعلومات عنها من خلال هاتفك الذكي، وذلك مثل التأكيد من فتح وغلق الأبواب وتشغيل محرك السيارة، بالإضافة إلى الاطمئنان على السيارة في موقع مختلف عن موقعك.
مواصفات المحرك. الفئة الرياضية ST تأتي بمحرك بسعة 2.7 لتر ثنائي التربو بعدد 6 سلندر ليعطي قوة 335 حصان وعزم دوران 380 رطل قدم مع ناقل حركة من 8 سرعات، وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 5.6 ثانية فقط. كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.